هو في ايه يا جدعان؟ ايه الزحمه دي؟ هم بيوزعوا اكلنا ببلاش ولا ايه؟ ليه معلش فراخنا فريش؟ دي اسرار ما ينفعش حد ياخدها خالص في البيت. لا مصر احلى. معلش فراخنا فريش. تعالوا نشوف ايه موضوع فراخنا فريش ده. في الحقيقه لفت انتباهي فكره الكامبين اللي هم عملوه معلش فراخنا فريش. هو مش الطبيعي ان الفراخ تبقى فريش؟ طبيعي المفروض يبقى كده، بس معظم البراندات اللي موجوده منافسه مش كلها بتشتغل دجاج فريش. رحت ودخلت مطابخ بازوكا عشان اشوف ايه فكره الفراخ الفريش، وهل هم فعلا شغالين بسيستم كويس جوه، والسيستم ده بيشتغل ازاي. اول حاجه بس لازم ان احنا نعقم اول ما نخش المطبخ. المطبخ هتلاقي فيه مكان للتجهيزات، بيجهز منه جزء للدليفري وجزء بيجهز بره للعميل اللي هو صاله وتيك اواي، فاحنا بنجهز من ناحيتين. البدايه طبعا كلها خالص لو احنا بنبتدي نجهز المطعم من جوه. من هنا في غرفه اللي بيتحط فيها الدجاج، بعد ما نستلم الدجاج بيخش الغرفه دي. البدايه بتاع بازوكا كانت في 2018، مجموعه من الشركاء ابتدوا ان هم يفكروا يعملوا براند مصري للفرايد تشيكن بينافس السلاسل العالميه. ففي 2018 فتحنا اول فرع لينا في مصر الجديده، وبنهايه 2019 بقى عندنا موجود اربع فروع موجودين فعليين. في 2020 بدات كورونا، ابتدى في مجموعه من المنافسين تقع في السوق. احنا الحمد لله خدنا مواقع، ابتدينا نفتح تاني، وصلنا لثمان فروع. في 2021 اتطورنا اكتر وبقينا عندنا 16 فرع موجودين عندنا. دلوقتي عندكم 40 فرع صح؟ عندنا 40 فرع موجودين في جميع انحاء جمهوريه مصر العربيه، موجودين جوه القاهره وموجودين في المحافظات. ايه اللي خلاكوا تفكروا انتوا تعملوا اصلا مسحب، وان ده حاجه يعني مشهوره في السعوديه وليها عمالقه؟ يعني هو المسحب طبعا معروف ان هو بره مصر فعلا، بس احنا اول براند مصري ننزل المسحب في مطاعم الفاست فود. وعندنا المسحب نوعين، نوع سبايسي ونوع اوريجينال، بخلطه مميزه جدا وبتست مميز. وفي حاجه ثانيه بتميز المسحب بتاعنا، المسحب بتاعنا من جوه ما فيش فيه دجاج مفروم، لا قطع نساير دجاج موجوده جواه، فده بيدي العميل تست كويس، ومعاه مجموعه من الصوصات بتدي له برده نكهه مميزه جدا. يعني فكره 40 فرع ده اكيد مش سهله ان انت حافظ على كواليتي هنا وكل المحافظات، يعني الموضوع ده انت ماشي ازاي، او انت ازاي عارف ان انت تخلي كواليتي ثابت؟ بص هو حضرتك طبعا الشركه ابتدى يخش لها عناصر خبره كتير جدا، يعني في اداره الجوده، اداره التطوير، اداره التشغيل، في اودت بيتعمل للمطاعم شهريا بيبص على الكواليتي بتاعت المطاعم ماشيه ازاي، والاودت ده بيتحط عليه درجات معينه وسكور معين للمطعم. فطبعا طبيعي ان مدير المطعم بيحاول ان هو طول الوقت يقدم كواليتي معينه. وعندي برده قسم التشغيل بيبتدي ان هو بينزل يعمل اوديتنج على المطاعم ويبص عليهم وبيتابع التشغيل ماشي صح ولا ماشي غلط. فده بالتالي ادانا ان احنا التست بتاعنا في جميع انحاء الجمهوريه واحد، المنتج واحد. احنا ابتدينا حتى في بدايه 2022 ان احنا ناخد فرانشايزي بره مصر. الفرانشايز دوت لما ابتدينا ناخده اشتغلنا عليه لان الموضوع صعب جدا مش سهل. دلوقتي احنا عندنا اربع فروع موجودين في الكويت، حاليا برضو عندنا بنفتح في دبي، فتحنا سوفت اوبننج، ويوم 12 الشهر ده ان شاء الله هنفتح الجراند اوبننج. ان براند مصري يفتح الفروع دي كلها جوه مصر ويفتح دلوقتي بره مصر، ده معناه انه بيعمل حاجه صح. لو احنا حضرتك رحت هناك هتلاقي نفس الكواليتي، نفس التست، نفس كل حاجه موجوده. قررت ان انا اسافر على دبي واروح اشوف فرع بازوكا اللي بيفتح في دبي عامل ازاي. هو في ايه يا جدعان؟ ايه الزحمه دي؟ هم بيوزعوا اكلنا ببلاش ولا ايه؟ احنا دلوقتي داخل مطبخ بازوكا في دبي، وعايز اقول لكم ان هو نفس تفاصيل المطبخ اللي موجوده في مصر، نفس الاوبريشن، نفس الحاجات اللي هم شغالين بيها، نفس الطريقه هي بالظبط اللي شغالين بيها في مصر. حاجه من الحاجات اللي واخد بالي منها هنا ان طبعا انتوا عارفين ان الخليج فيها نسبه اسيويين عاليه، فطبعا ما شاء الله هنا كاستمرز مش بس مصريين، لا كمان في اسيويين كتير، ودي حاجه في الحقيقه مش سهله، لان الاسيويين بالذات عندهم ذوق في الفرايد تشيكن عالي، هم اصلا بيحبوا جدا فرايد تشيكن، وهتلاقي اصلا عندهم اماكن مميزه جدا في الفرايد تشيكن، فان انت تخش تنافس مع الناس دي برضو يعني مش سهل. عملتوا ايه اصلا عشان تطلعوا بره؟ يعني ازاي طلعت من مصر لبره مصر؟ اكيد الموضوع ده مش سهل. في حاجه كويسه جدا، احنا طبعا يعتبر البراند الوحيد اللي شغالين دجاج فريش طول الوقت، حتى كان في سلوجان نزل لينا معلش فراخنا فريش، وطبعا معظم الناس ابتدت تتكلم ليه معلش فراخنا فريش؟ صح كده؟ انا كنت انا واحد من الناس دي صراحه بتسال ليه معلش فراخنا فريش؟ مش المفروض الطبيعي ان الناس كلها تبقى الموضوع فراخ فريش؟ طبيعي المفروض يبقى كده، بس معظم البراندات اللي موجوده منافسه مش كلها بتشتغل دجاج فريش. احنا من ساعه ما بدانا في 2018 واحنا شغالين دجاج فريش لغايه اللحظه دي، بيجي لنا الدجاج بتاعنا ويتحضر ويطلع العميل فريش على طول، فده مميزنا في السوق. تاني حاجه احنا عندنا حاجه كويسه جدا، احنا شغالين في الفراخ بتاعتنا ما فيهاش قطعه الجناح للعميل، يعني العميل بياخد ويزاوت وينج كل القطع اللي بتطلع له، فدي برده ميزه كويسه جدا. طبعا الانتشار بتاعنا السريع ان احنا نوصل خلال 6 سنين يبقى عندنا 40 فرع جوه مصر، ويبقى عندنا 5 فروع او 6 فروع بره مصر، ديت لان طبعا كل اللي بره شايف ان انت بتقدم منتج كويس وزار المطاعم بتاعتنا كذا مره، يعني اللي خد مننا البراند بره مصر ده في كذا فرع ولقينا التست ثابت عندنا في كل الفروع. ايه بقى مراحل العمل هنا؟ يعني الفراخ مثلا بتخش كام مرحله لحد ما تطلع؟ يعني اسمع مثلا في ناس بتعمل البريدنج ده مرتين، تنزله مره في الميه مش عارف ايه. بص هو البريدنج عندنا بيبقى له 3 مراحل، اول حاجه خالص بينزل في الدقيق هي
المحاسبه 727. سيبي معانا الست الكل عشان ايه يعملوه في البيت. لا دي اسرار ما ينفعش حد ياخدها خالص في البيت. فبينزل اول مره دي وبعد كده بيطلع يتحط في الميه 10 مرات وبينزل في دي تاني 7 مرات. طبعا هي لها بروسس معينه والميه بيبقى لها درجه حراره معينه فبنشتغل عليها بطريقه ان هي تطلع كريسبي والقشور بتاعتها تبقى كويسه جدا. حاولت معاهم الصراحه اعرف سر الخلطه بتاعت الفراخ دي. انتوا عارفين الخلطات دي بتبقى يعني حاجات سريه ولكن للاسف محاوله كانت فاشله ما عرفتش سر الخلطه. مش عايز اقول السر برضه. لا الاسرار ديت دي حاجه بتاعتنا ان احنا لنا خلطه مميزه شغالين بيها. حاجه من الحاجات البراندات كتيره قوي بتعملها عشان تلفت انتباه الاطفال لان هو طبعا الطفل اهم حاجه في العيله كلها. فعشان تلفت انتباه الطفل تعمل حاجه مثلا زي وجبه اطفال تحط فيها لعبه تعمل له برجر صغير تعمل له مش عارف ايه بحيث ان هو يتبسط ويجي ويجيب بابا ومامته معاه. اهو اتفضل. انت من اول ما بتاخد الاوردر بره لحد ما بيتعمل جوه ويطلع ياخد وقت قد ايه؟ هو الاوردر المفروض السيرفيس تايم بتاعه 5 دقائق للعميل. طبعا احنا بنكون مجهزين المنتجات بتاعتنا على توقع معين لعدد العملاء اللي داخلنا في الوقت دوت. يعني انت مثلا عارف الساعه كذا بالظبط كده ببقى عارف الاوقات بتاعتي فيها زحمه فببتدي اجهز قبلها على طول المنتج. طبعا المنتج فيه كباين هنا هي بتحافظ على درجه حراره المنتج لوقت معين. كل منتج من دول له الوقت بتاعه الحفظ اللي هو موجود فيه جوه الكابينه. فانا ببتدي اجهز قبلها بشويه بحيث ان اطلع العميل الاوردر في 5 دقائق. مش حابب ان انا ادي عميل خدمه سيئه ان هو يقعد معايا فتره كبيره. يعني الناس لو جت ولقت الوقت اكتر من 5 دقايق تشتكي للراجل ده مفيش مشكله. عندنا مش مشكله خالص. في اغلبيه المحلات اللي بيبقى عندها في المحافظات بالذات تلاقي مثلا المحافظات كواليتي اقل مثلا من القاهره. لو الكواليتي عندنا في المحافظات اقل من القاهره كنت انا مش هقدر افتح في كذا محافظه. لكن انا محافظ على الكواليتي بتاعتي لان زي ما انت حضرتك العميل اللي داخل لنا لو دخل مثلا عندي في الصاله بيلاقي فيه سيرفيس تيم موجود بيخدمه، في مسؤول عن الصاله مدير موجود للصاله، يبتدي ينزل للعميل يديله جيست كارت يساله ايه رايك في الاكل بتاعنا، زرتنا كم مره، لو في اي كومنت. يعني احنا متاكد ان كل عميل دخل لنا ان هو ماشي عندنا مبسوط وراضي عن الخدمه بتاعتنا. لا مصر احلى، مصر احلى من هنا. هو بالظبط اهم حاجه الفراخ. الموضوع المقاطعه بقى مؤخرا، هل انتوا كبراند مصري حسيتوا بالموضوع ده؟ يعني حسيتوا فعلا الناس قطعت وبدات تتجه للبراندات المصريه؟ طبعا المقاطعه لما حصلت في شريحه من العملاء ابتدت ان هي تيجي للبراندات. مش عايز اقول البراندات اللي هي يعني لوكال لان احنا الحمد لله احنا دلوقتي انترناشونال. طالما فتحنا بره مصر احنا انترناشونال. بس في مجموعه ما كانتش تعرف بازوكا ابتدت ان هي تعرف بازوكا وتيجي البازوكا. وبالفعل احنا محافظين على العملاء اللي بيجي لنا. زي ما انت حضرتك الكواليتي بتاعتنا كويسه والخدمه بتاعتنا المميزه بتخلي العميل يجي مره واثنين وثلاثه عندنا ما شاء الله. يعني لسه هم اصلا ما فتحوش، لسه سوفت اوبننج وزي ما انتم شايفين كده الدنيا زحمه. ما شاء الله فرع كبير في دوله عربيه خارج بلدك، فاكيد ده تحدي مش سهل ان هم يبداوا فيه. اتمنى ان هم يستمروا بحته ان هم الكواليتي ستاندرد تفضل زي ما هي سواء جوه مصر او سواء بره مصر، لان ده مش سهل خالص. وهي دي اعتقد كلمه النجاح، ان انت تقدر تستمر زي ما انت بنفس الكواليتي وتقدم نفس الخدمه في كل حته. فاتمنى ان بازوكا يعمل ده ويستمر في ده وبس. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو ما جربتوش بازوكا في مصر جربوه، ولو انتم في الامارات او في الكويت جربوه وقولوا لي رايكم ايه. وبس اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام.